المشكل ديالنا حنا في هذه الوقفه هو اننا جينا كنطالبوا بحقنا، ما كنطلبوا ما كنسعوا. حنا بغينا ناخذوا حقنا في اطار العقده اللي وقعنا مع وزاره على اساس اننا نقوموا بمجموعه من 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 العروض خارج الديار المغربيه وبالضبط في فرنسا وفي بلجيكا. فقمنا بهذه العروض هذه وخلصنا فلوس في الطائرات، في الاوتيلات، في القاعات، في الممثلين، في كل شيء عملناه. خدينا تماك بشهاده القناصله، خدينا الشواهد ديالنا اننا لعبنا، خدينا واحد المجموعه من الصور من التوثيقات، وجدنا ملف مالي، ملف قانوني اداري ادبي، جبناه لهم ولكن بقوا كما طلونا. اتصلنا بالسيد وزير الخارجيه سي بوناصر مشكورا وتفهم الوضعيه ديالنا وعطى اوامر ديالو للسيد الكاتب العام، ولكن هذا السيد الكاتب العام بقى كيما طلنا 10 شهور ومن بعد قالنا ما عندكم والو. فلذلك تنتوجه للسيد الوزير المحترم كيف كان احترمه جميعا كاع المغاربه لمواقفه انه رجل دوله ورجل وطني وخير، يلقى لنا حل لاننا حنا بلغ السيل الزوبه، فلوس ولادنا هذوك حنا بغيناهم، حنا ما كنطلبوا ما كنسعوا ولكن بغينا حقنا، حقنا وصافي. شوف هذا المشكل هذا مطروح هذه واحد ما يفوق سنه اظن، يعني سنه كان هني حنا العروض قمنا بهم، اخر العروض اللي عرضناهم في تونس لفائده العمال او المغاربه المقيمين في هذا البلد الجار، البلد تاع تونس. حنا مشينا على اساس اننا قمنا بذاك الواجب حسب العقد اللي مبرم ما بين الفرقه اللي هي فرقة شمس، وعرضنا يعني يعني المسرحية، ولكن من بعد يعني وقعنا في يعني في شي 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 حوايج اللي حنا ما كناش كنتظروها شي. يعني هو مفروض ان الانسان لا اشتغل ومشى الى اونوري لو كونترا ديالو خصو ياخذ المستحقات ديالو. إلا كاين شي هفوات في التسيير، مسائل تاع الإدارة اللي هي ستون كويزين انترن ديال 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 الوزارة، هذه حنا ما كنعرفوهاش حنايا، خاصهم يلقاو لها حل، خاصهم يلقاو لها حل، حيت حنا راه كنمشيو يعني بواحد الحب وبواحد شوق باش نتلاقاو مع مغاربة العالم فين ما كانوا، يكونوا في المريخ نمشيو نطلعوا نديروا لهم المسرح. حيت المغربيين حقو ياخذ قسط ديال الثقافه ديالو وديال الابداع الوطني ديالو والهويه ديالو، ما كتكتمل الا انه خاصو ياخذ حيز من هذه الامور كلها، وهذه مساله اؤمن بها انايا. ف ردوا البال شويه لهذه القضيه، هذه حشومه، عيب كاع، عيب عيب. حنا بالك انا الصلعه ديالي كتذوب بحال هكا في الشمس، هذه حرام كاع راجل قدي انا بحال هكا في هذا السن، هما الفكره كنوقف انا كاع هذا النضال ولا هذا الشيء. تعال انا اؤمن بان البلاد راه يعني خاصنا نجتهدوا فيها كاملين، والمسؤولين اللي كيتنصبوا يعني علينا عبر الحكومات المتعاقبه راهم كيديروا المجهود ديالهم مهما يقال ويقال ويقال، ولكن حنا ديما كنترجوا الخير. الله يرحم الوالدين، شوفوا كيفاش يلقاو لنا هذا الحل هذا، ما عيب كاع، عيب عيب. فنان يتم جاي هاز لافته وكي كي كي حشومه، فنان راه الموقع ديالو هو ابداع واحاسيس واشياء يعني اللي كيمررها من خلال الشخوص ديالو، من خلال الحالات الاجتماعيه اللي كيلعبها، ما عرفتش من خلال الادوار، ما ماشي غادي يجي يوقف يبقى يقول هذا عار هذا عار ونبقاو نغوتوا هنايا، راه عيب هذا الشيء. خليونا فنانه، خليونا على الاقل نحسوا براسنا راه واقيلا حنا فنانه. اللي بغيت نقول انا هو انه السيد الكاتب العام ما عندوش زعما اي مبرر باش انه يرفض انه يسوي هذه المستحقات. علاش؟ لانه كاينه فرق كتعيش نفس الوضعيه القانونيه ديال التعاقد بيننا وبين الوزاره وتخلصوا. يعني نفس الاتفاقيات الشراكه، نفس البنود، نفس الشروط، نفس الملابسات، نفس السياق، كلهم جاو في كورونا، من بعد ما تنفرجت مشات كورونا مشاو داروا العروض ديالهم، علاش هذوك الناس يتخلصوا وحنا ما نتخلصوش؟ حنا ماشي ضد الاصدقاء والزملاء ديالنا، الله يعاونهم الله يسهل، حنا بغينا نتخلصوا حتى حنا، ولكن ما يكونش هذا السيد الكاتب العام والكتابات الدوله انها
كتكيل بمكيالين وكدير واحد التمييز واحد الحيف بين بين بين, بين الفنانه. حنا كلنا سواسيه امام القانون وامام الدستور وامام الله سبحانه وتعالى. ما تجيش بيناتنا الميز، خلص للناس الحقوق ديالهم السيد الكاتب العام. واخا هادشي من قبل، من قبل من كورونا؟ لا قبل من كورونا كانت الكونترا، يعني الاتفاقيه الشراكه موقعه قبل من كورونا. كان المفروض نمشيو في شهر 3 ديال 2020، من بعد ما جات كورونا كلشي وقف، ولكن من بعد الانفراج ديال كورونا جينا لعندهم لهنايا قال لك تجي سيري ديروا العروض ديالكم وغادي تخلصهم. مشينا درنا العروض ديالنا، ملي رجعنا بدا كيماطلوا فينا اليوم غدا دابا نسوي ونعاودوا الكونترا، غنلقاو حل غنلقاو غنلقاو غنلقاو. من بعد ما مرات اكثر من 10 شهور كيقول لنا السيد الكاتب العام راه ما عندي ما ندير لكم.